السلام عليكم، مرحبا بالناس لو بيشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. بوقرة قبل كشف السبب، بوقرة وين تكلم الحقيقة، قال لهم كرة القدم الجزائرية لن تتطور رغم وجود ملاعب عالمية. عندك جامع يرفد 1000 بنادم يتروح تصلي مع الفجر تصيب 6:30، يصلي 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 في 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 كوخ وصيك جوبا، بعد كي تروح تصلي تصيب 6:30 في الفجر. هناك ملاعب، انت عندك ملاعب وتصيب بها الجوجي، ما كان والو الجوجي. شت الجوجي تاع بكري؟ بكري كانوا يقولوا الجواج، تصيب بها الجواج بكري. هذه يعني شنقارة انت، ما عندكش مدارس، ما عندكش تكوين، ما عندكش شنقارة. ويزيدوا انا بقيت مخلوع، قال لك الجزائر ثانيا عالميا افريقيا في كرة، انت ما عندكش. رانا كسر خير سطيف، جابوا لنا كوب تاع لافريك من فماك، ما كان والو. انت ما كاليفي، تخرجت برومي تور ليكيب ناسيونال تاعك، برومي تور اندية ما كاشي، ما روحنا كوب دي موند، ما عندك منا، ما عندك. هذه دوزيام تور هذه يعمشولكم، هذه يعمشولكم، هذه هذه هي وين بوقرة تكلم الحقيقة. بوقرة تكلم الحقيقة، يعني عندك ملاعب وما عندكش لعابة، اش دير تيما؟ أين هذه لاماسية تاعكم؟ هذه هذه بارادو، وين راهي هذه؟ دات خونة كاع اللعابة، كاع خونتهم عندها، وين راهم اللعابة؟ أين هي لاماسية هذه؟ مين ترى تخدم هذه بارادو هذه؟ أنا نقول لكم سبب تحطيم كرة القدم هي نادي بارادو، هو الذي حطم كل ما هو يعني التكوين في البطولة الجزائرية. ستيف حلفاية هذاك صابو، عنده لاعبين داروا له قضية ودمروه. أنا نقولها لكم، نعطيكم رسمي. وين أدلى الناخب الوطني مجيد بوقرة بتصريحات إعلامية بعد خسارة أشباله في المنتخب الجزائري، وإن اللقب النهائي نهائيات منافسة الشان 2023. وتحدث مجيد بوقرة الذي قاد المنتخب الجزائري للنهائي منافسات كأس أمم إفريقيا المحلية الشان عن يعني مستقبل كرة القدم في وجود ملاعب جديدة والتي شيدتها الجزائر مؤخرا. ملاعب كاينين وما عندكش انت اللي يلعب فيهم، عندك فيلا كبيرة انت فيها بالك 15 شومبرا وما عندكش ذلك. عيش في ابارتمون فيها شومبرا صالة كوزينة دوش وصحيح. ها والله انا لا عايش، انا فيلا ما عندي شندير بيها انا. ورأى التقني الجزائري بوقرة أن كرة القدم الجزائرية لن تتطور رغم وجود ملاعب جديدة بطابع عالمي وعصري، انبهر من جمالها وطابعها العصري جميع المتتبعين للمنافسة القارية. وأضاف أن بالرغم من وجود تلك الملاعب العالمية فبات حتميا إنشاء مراكز تكوين بهدف تطوير كرة القدم الجزائرية ورفع مستواها أكثر مما هو عليه حاليا على حد قوله. كنت عارفوا علاش الحاج محمد راو جابوها موراه؟ الحاج محمد راو إيه ودي المكب اللي بغى، يعني بغى يدير أكاديمية في بلعب في سعيدة، في بالسكرة، في غردايه، في تيارت، في وهران، في بوشهر، بغى يدير واحد الآخرين. بصح ما جابوها موراها صاحبي، جابوها موراها، ما خلاوهاش يا ودي ما خلاوهاش. نصر الدين بغدادي، بانتوما ما على بالكمش به، نصر الدين بغدادي كان داير أكاديمية صغيرة، جابها موراها زطشي حتى بالعلى، كان داير أكاديمية نصر الدين بغدادي، يطلع لي جوار يوصلهم مونجينيور ويبيعهم زعما كيبيعهم للأندية، مشي يشارك في البطولة يطلعهم ويبيع. اما لا جابها موراه زطشي حتى لي حاوزه، كان داير وحده، كان خالق وحده كيما اللي دايرينها في بلعباس، كيما اللي دايرينها يعني، كان يطلع فيهم يطلع يوصل لمونجينيور ومن بعد يبيعهم. اي والله لا جابها موراه حتى لي بلاله. ها راه نصر الدين بغدادي يقول لكم. وتمنى المدرب المنتخب الجزائري المحلي ان ترفع نهائيات منافسة الشان الجزائري من وعي والوعي الجميع الإدراك أنه بات ضروري تشييد مراكز تكوين
بحديث عن مستوى الدوري الجزائري كرة القدم، كان الناخب الوطني بقدر قد دفع بشدة عن اللعاب المحلي وخاصة اللاعبين الذين اختارهم لتمثيل الجزائر في نهاية منافسة شام 2022. أنا مع الإسلام، الناس يقول لك ما عندناش لعابة وباغين يحاسبوهم، عندك شتايا ما تجيبش تحاسب مدرب. وقال بوغرا في مؤتمر الصحفي أن الجميع يدرك حقيقة المستوى البطولة الجزائرية وما يعنيه لاعبون من أزمات عدة مع أنديتهم في كثير من الأحيان، ووجه صخرة الدفاع المنتخب الوطني الجزائري السابق رسالة إلى الأسرة الإعلامية في تلك الندوة الصحفية بعد هجوم شرس شنه إعلاميون كثر ووسائل إعلام عديدة عن بعض اللاعبين. بصح كنت جيتو تحضروا باللي كاين اللعابه في المنتخب الاول راهي عيط لهم البعبع، والله العظيم كان اماكن تاعها. او انتم نهار اللي عيط للنعيجي على ما تحضروش، نهار اللي عيط للعريبي على ما تحضروش، نهار اللي عيط لذاك نوف الخستاف على ما تحضروش، نهار اللي عيط لعبد اللاوي على ما تحضروش، نهار اللي كان يعيط لهم هذو البعبع مي كان يعيط لهم على ما تحضروش. ياه. وقال بوكرا وين ماجد بوغلا رد على تلك الانتقادات اللاذعة، هاجموني أنا واتركوا اللاعبين وشأنهم لأنهم يبذلون قصد جهدهم وبما يملكونه من مستوى من أجل تشريف الجزائر مشاكلهم الكثيرة. هي صح على بالك، صح صح والله لا صح. أنا اللعابة أنا ما تقولش ما تقدرش تعاير ما تقدرش تنتقدهم، نقول لكم علاه خاص كانوا يلعبوا بلا فولونتي، خطة تاع بوغرا ولا فولونتي تاعهم ساكن، هذاك هو حدهم، هذاك هو التكوين تاعهم. حنا دوك نعرفوا البطولة تاعنا كاع العام نقولوا بطولة ضعيفة، نعرفوا البطولة تاعنا كي دايرة. من بعد يخرج واحد يقول لك اودي رانا من لازمان كنا نقولوا باللي اودي لا بيطلع المستوى اوروبا خويا. الناس كان يقول لك لا انتم تكرهوا ولاد بلادكم وتبغوا البراني، رغم ان الجزائريين هذو اليوم شاهدنا تايدلو كيما هكا، ما عندناش بطولة ما عندناش لعابة يا ودي، احنا كنا نقولوا فيها وانتم كنتوا ضدنا، اليوم انتم انقلبتوا. أولا قلت لكم صار لكم كي ديك الكعالة تاع الجاجة، ماشي ديك تاع الجاجة يدورها على الريح. ورغم تضييع بوغرا وأشبالي اللقب الإفريقي فإنهم حققوا إنجاز مميز في البطولة الشان، إذ لم يخسروا أي مواجهة وحتى المباراة النهائية أمام بطل منتخب السنغالي وانتهت بتعادل سلبي. ليكن في علم هذا ليكن في علمكم لمن أراد العمل على المستوى البعيد، سن الأطفال المنتخب السنغالي نقول لكم سن الأطفال اللي يلعبون الناس اللي يلعبون واللي تحسب لي عبد اللاوي وتحسب لا على بالك ليميرو ساك ليميرو ساك لامين كامارا عنده 19 سنة لاعب أساسي، رقم 7 الشيخ إيبار ديو 19 سنة لاعب أساسي، رقم 13 ماما ديباس لاي لاعب لاي هذا 19 سنة لاعب أساسي، رقم 18 حاجي مطراوي بادي 19 سنة دخل احتياطي، رقم 4 مامادو صاني 18 سنة لاعب أساسي، رقم 11 ماليك بابي 18 سنة لاعب أساسي، رقم 14 موسى نداتي 18 سنة لاعب أساسي، رقم 10 أمادو ديالو 18 سنة لاعب أساسي، رقم 21 موسى كونتي 18 سنة دخل احتياطي. هادو لعابة يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لعابة أساسيين اللي ربحونا البارح يعني ما عندهمش 20 عام 19 عام و 18 عام. تكوين الناس تكون الناس تعطي حنايا حنايا البعبع تاعكم ميري زنقكم لا باش نحطوه تحت الضغط. كيسموه عموره 21 عام قال لكم مازال صغير باغي تكبروه، الرجال تدي الالقاب 19 عام 18 عام ادى دواتها. اقعد اقعد هكا اقعد تعبات بالكم غير بشويه من بعد تعرف من بعد تعرف من بعد تعرف كل شيء بعد يجي في وقته، هذا مكان كل شيء يجي في وقته. انتم ما حاسبينها يا ودي انتم انتم ايه ودي الله يجيب الحفظ والسلامة يا ربي، هذا مكان. ما تنساوش عطونا جيم
كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو اللي مشي ابوني معنا ودائما معكم بجديد وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.